واهم جزئيه حصلت في لا تراجع ولا استسلام اني انا كنت رافضه الدور، وبعد ما رفضت ومشيت من المكتب بتاع الاستاذ احمد الجندي اتقال لي ارجعي لان انت ما تعرفيش كان مين صاحبه الدور واللي اتنزلت عنه قالت الدور ده تعمله بدريه. فقلت له مين؟ قال لي الاستاذه اسعاد يونس. وقالت لي فعلا انا كنت المنتجه بتاعت العمل، وفعلا الدور ده كان دوري وعملت عليه بروفات مع الاستاذ احمد الجندي مخرج العمل. وقلت لهم لا، اللي هتعمل الدور حلو بدريه. الموقف اللي حصل ان انا كنت بقول كل الانجليزي متلخبط وكله انجليزي عبيط ترانسليشن كده ملوش معنى، ففجاه لقيتني بقول جمل غريبه يعني زي ايه هاو ماتش كلوك، حاجات بقت تتقال كده على الهواء وهم مش مستعدين لها حتى في البروفه، فالتصوير بقى بيقف من الضحك. انا حاليا بعمل مسرح سلسلة بدرية، في بدرية اتخطفت وبدرية في الأدغال وبدرية في الوكر وبدرية في الغابة وبدرية في الكاتدرائية. فبدرية اتخطفت دي عرضتها بعرضها من 2013 لحد دلوقتي، بلعب مع الجمهور يعني سبحان الله دايما بيكون في طفل بيعيط في الصالة بلعب عليه، دايما في حد بيقوم يدخل الحمام قدامي بلعب عليه، كسر الحائط الرابع ده بين الممثل والجمهور صعب يتعمل، فأنا بحبه قوي وبحب ألعب على منطقة الجمهور واللعب مع الجمهور. فدي بتبقى أسعد لحظة لدرجة إن في جمهور جه بدل المرة اتنين وتلاتة وبيتعمدوا البيبي اللي معاهم يعيط عشان أقول إفيهات عليه، وبيتعمدوا يقوموا يخشوا الحمام عشان أقول عليهم إفيه، فأنا ببقى سعيدة بده. والله هو موقف حصل لي في بداية حياتي وأول مرة على فكرة أقوله لحد، بس هو مش عارفة ليه افتكرته لأنه بجد موقف الحمد لله أنه عدى على خير. كنا بنصور في شقة في المهندسين، رحت أول يوم صورت، تاني يوم رايحة التصوير في هدوء وفي بساطة، فطلعت نفس الشقة يعني أنا طلعت أول يوم البواب عادي عارف إن في تصوير وسابني وطلعت، وكنت لسه بقى مش معروفة ولا مشهورة قوي كده يعني شكل ما مش عارفني. فتاني يوم جيت طلعت فبصلي قوي كده، فأنا استغربت من بصته وطلعت كملت وطلعت، خبطت على نفس الشقة دخلت لقيت ثلاث شباب، دخلت وقعدت، فهم بقوا بيبصوا لبعض مين دي اللي جت وقعدت وثلاث شباب شكلهم غريب. فقعدت وبص لهم هم يبصوا لي يبصوا لي وانا ابص لهم، وبعدين بقى لوحدي ما كانش بقى دلوقتي انا بمشي بالماكير والكوافير والمساعده وهيصه، كنت الاول لوحدي. فقلت لهم هو في ايه فين الناس؟ وهم باصين لبعض مش عارفين يردوا عليا. لقيت البواب ورايا بيرن الجرس بيقول لي في حاجه، قلت له انتوا اللي في حاجه؟ مش امبارح كان في تصوير هنا؟ مش النهارده في تصوير؟ قال لي التصوير اتلغى ودول مأجرين الشقه. فلك ان تتخيلي اني انا برن الجرس على ثلاث شباب وداخله لهم برجلي. لما البوابه الله يستره لحقني كان زماني مغتصبه وما لهمش ملامه، انا رايحه برجلي.